السلام عليكم، عيدكم مبارك وكل سنة وأنتم بألف صحة يا رب، وينعاد عليكم بالخير والمسرات، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اليوم مع أول أيام العيد هذه حلقة استثنائية، حبيت أطلع عليكم فيها وأهنيكم بالعيد السعيد. أيضا حبيت أعطيكم بعض النصائح اللي تساعدكم في تجنب مشاكل الجهاز الهضمي، خاصة مع الأضاحي والإفراط في تناول اللحوم، يؤدي ذلك إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، عسر هضم وحموضة وغازات، وبعضها إمساك أو إسهال. راح أعطيكم أشياء بدون وصفة تقدرون تأخذونها من الصيدلية تريحكم إن شاء الله وتستمتعون بالعيد. وإذا كنتم جديدين على القناة اشتركوا ودعمونا بلايك، وكل سنة وأنتم طيبين. تكثر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي في عيد الأضحى المبارك نتيجة الإفراط بتناول اللحوم، وهذه من العادات الخاطئة. ونلاحظ ناس كثير يجون الصيدلية: دكتور أعاني من سوء هضم، أعاني من غازات، من تفاخات، أيضا من حموضة وارتجاع في المري بسبب الإفراط بتناول اللحوم بشكل خطأ. ولو عملنا بالآية الكريمة التي تقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ما كان حصل لنا هذا الشيء. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أيام التشريق: أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فلازم يكون أكلنا منتظم ومتزن وأكل صحي، نتجنب الشحوم الموجودة في اللحوم، نحاول نطهي اللحوم جيدا ومضغها، عملية الهضم تبدأ من الفم بالمضغ الجيد. أيضا تناول الأكثر من تناول الخضار والفواكه، هذه فيها ألياف تمنع الدهون وتمنع السموم وتساعد على عملية الهضم في إنزيمات هاضمة. رقم واحد من أشهر اضطرابات الجهاز الهضمي عسر الهضم، الأكل ما ينهضم بسبب عدم مضغ الطعام بشكل جيد، عدم طهي الطعام بشكل جيد، أكل كميات مفرطة من اللحم، هذه كلها تؤدي إلى عسر هضم. نصحتكم بأكل الخضار والفواكه. في الصيدلية أيضا بودرة اسمها ريتش فايبر، غنية بالخضار والفواكه مسحوق، ممكن تأخذونها مع الزبادي مثلا، هذه تساعد في عملية الهضم، تمنع امتصاص الخضار والفواكه، امتصاص الدهون، تقلل أيضا من عسر الهضم. في الصيدلية أشياء أخرى زي الديجستيل، لو هذه من الأشياء اللي تساعد على الهضم، أو ديجستال، كان قبل فترة في دواء اسمه إيش؟ اسمه زيموجين، حاليا ما هو متوفر، دواء مصري ورخيص في إنزيمات هضم. من الاضطرابات الهضمية الشهيرة الغازات وانتفاخات البطن، ونعالجها بدواء اسمه دسبلاتين، عبارة عن حبوب تمضغ عن طريق الفم تمتص الغازات. أيضا في شيء طبيعي مثل شاركون، عبارة عن فحم نشط يمتص الغازات وطبيعي. أيضا في فوار فواكه أو فوار فروت، هذا من عبارة عن فوار يذاب في الماء ويشرب حتى يساعد في عملية الإخراج ومن يعانون من عسر من الإمساك. هذه أهم أشياء الغازات. أيضا بالنسبة للناس اللي يعانون من ارتجاع في المري وحموضة بسبب عسر الهضم، نعطيهم جافسكون يرد جيدا، يستخدم بعد الأكل، هذا يساعد في تخفيف الحموضة والارتجاع. بالنسبة للأشخاص اللي يعانون من إسهال، فأشهر دواء معقم معوي يسموه أو مضاد حيوي فلاجيل، أيضا في عبارة عن انتروجرمينيا، بكتيريا نافعة تستخدم تقلل الإسهال واضطرابات النزلات المعوية. هذه أهم الحلول لمشاكل اضطرابات الجهاز الهضمي في أيام العيد. أتمنى أكون قد أفدتكم لو بمعلومة بسيطة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك للناس الجدد، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة ومفيدة. وكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك.